اخواني الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقه جديده على قناه الطيور. زوج الزيبرا الذي لدي لا يبني العش. الكثير من يواجه هذه المشكله، وهو ان طيور الزيبرا التي لديه جاهزه للتزاوج، سواء من الذكر او الانثى جاهزين للتزاوج، ولكن الزوج لا يعرف كيف يبني العش. نعم، توجد هذه الحاله خاصه عند الازواج التي تكون أول تزاوج لها، يعني الذكر أول تزاوج له والأنثى بكرية أول تزاوج لها، فلا يعرف هذا الزوج كيف يبني العش. وفي معظم الحالات التزاوج الأول راح يكون يعني غير ناجح. ممكن الأنثى تضع البيض أسفل القفص، وممكن تبني العش بطريقة يعني غير صحيحة. المهم، يجب عليك أن تقوم بإدخال القليل من مواد التعشيش في داخل العش، وتبقي خارج عند فتحة دخول إلى العش، تبقي النصف في الخارج والنصف في الداخل. فالزوج راح يراها وراح يبدأ يدخل للعش، ويعرف بأن تلك المواد توضع داخل العش، وراح يحاول بناء العش. فمعظم الحالات التزاوج الأول عند الأزواج الجديدة، يعني الأزواج البكرية التي أول تزاوج لها، يكون تزاوج غير ناجح. ولكن في المرات القادمة راح تكتسب خبرة، وراح يكون بناء العش بطريقة صحيحة، ويكون تزاوج ناجح. دائما من الأفضل باش نتجنب هذه المشاكل أو هذه المشكلة، أن نقوم بتزويج ذكر يعني لديه خبرة مع أنثى بكرية، أو أنثى لديها خبرة مع ذكر أول تزاوج له، فنتفادى هذه المشكلة. ولكن عندما يكون الزوج سواء ذكر أو أنثى أول تزاوج لهم، يعني يكون لديهم نقص في الخبرة، فتحدث هذه المشاكل. ولكن بعد مرور الوقت راح يكتسب الزوج خبرة، ويكون هناك تزاوج ناجح وبناء العش بطريقة صحيحة.